ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ساره سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن تنسيقات. النهارده فيديو تنسيقات. تمام، انا النهارده كنت عايزه اعمل تنسيقات في حاجتين، تنسيق للون مينك اللي هو اللون ده اللي هو جاي على الاخضر شويه، عشان اغلب الناس اللي انا بشوفهم لابسين اللون ده بيبقوا لابسينه على لون ابيض بس. وكمان كنت عايزه اعمل تنسيق على الجيبه البليسيه. المهم رحت انا قلت خلاص انا هعمل الفيديو ده ان انا هنسق الجيبه البليسيه واللون منك مع بعض، يعني هضرب عصفورين بحجر واحد، تبقى مرجع عليا وليكوا علشان انا ساعات لما ببقى مستعجله فمش بفكر، فممكن البس الجيبه دي على اي حاجه وانزل. لكن لو انا عندي فيديو انا حاطه فيه كل التنسيقات فهتبقى حاجه بسرعه ان انا اختار في التنسيق اللي انا عايزاه. تمام، هنفكر مع بعض في شويه تنسيقات واختاري اللي انت اللي عاجبك. بس قبل ما اعمل الفيديو دوسي لايك، وكمان دوسي على اشتراك، زرار الاشتراك اللي تحت بيبقى لونه احمر كده دوسي عليه. دوسي كمان على الجرس اللي جنبيه علشان لما اعمل فيديوهات تنسيقات جديده يوصلك، علشان انا ان شاء الله هحاول ان انا اعمل خلال الاسبوع ده كله فيديوهات تنسيقات على حاجات كتير عندي، بما ان انا قاعده في البيت فهطلع الطاقه كلها في التنسيقات دي. وكمان كل تنسيق انا هعمله هصوره وهنزله على الانستا بتاعي، تابعوني عليه، اسمه ساره صبحي 309، لازقين في بعض، وهحط اللينك بتاعه كمان في صندوق الوصف، تخش عليه وتابعوني هناك هتلاقوا كل الصور، علشان لو انت عايز تنزلي الصور بالتنسيقات. وعايز اقول حاجه قبل ما ابدا الفيديو، شكرا جدا على انكم شجعتوني في الفيديوهات اللي فاتت، قلت لكم شجعوني وانتوا شجعتوني ولسه مستنيه تشجيعاتكم تاني. هنيجي على التنسيق ده، انا نسقته مع جاكيت جينز كنت جايبه من بولاند بير، كان بحوالي 700 جنيه، وهاي كول اسود عادي خالص ممكن تلاقيه في اي مكان، بس انا كنت جايباه من ريد تاك كان في حدود 200 جنيه. والحزام ده انا شاريه من الشارع ب50 جنيه، والبوت ده كنت جايباه من جليتر، محل اسمه جليتر مان كما اعتقد يعني، بس مش فاكره كده. بالنسبة للأوتفيت ده، أنا لبست عليه تيشيرت عادي خالص، قط سويتشيرت كده كنت جايباه من ديفاكتو كان بحوالي 120 جنيه. بس نصيحة، لو انت هتنزلي تشتري منه حاولي تجيبي المقاس الأكبر من مقاسك عشان هو بيكشف الغسيل. الاوتفيت ده عبارة عن ده زي تيشيرت كات كده، انا كنت شاريه من على موقع صيني، او بمعنى صح خطيبي كان جايبهولي من على موقع صيني بس انا معرفش تمنه. الشميس ده كان بتاع بابايا الله يرحمه، والشنطة دي انا كنت شارياها كانت مش فاكرة كانت بكام يعني، هتلاقيها يعني منتشرة. تمام، التنسيق ده انا كنت جايبه الحزام ده كان من ديفاكتو برضو كان في حدود 45 جنيه، وكمان كنت شاريه الشميز ده كنت شارياه من ترانوفا قبل ما يقفل كان ب 300 جنيه. ده نفس الشميز الطويل اللي انا كنت عاملاه في التنسيق اللي قبل كده، بس دخلته جوه الجيبه وكمان مش باين خالص ان هو كان طويل، ممكن نلبسه بالطريقه دي. والشنطه دي كروشيه انا عاملاها على ايدي هاند ميد اهي، دي انا اشتريت الماتيريال بتاعتها كلها وعملتها على ايدي.
تمام. الجاكيت ده انا كنت جايباه من تيرانوفا، كان ب 200 جنيه. ايوه كان ب 200 جنيه في السيل. طبعا انت لو عايزه تلبسي حزام هتلبسي بالمنظر ده، بس انا اغلبيه لبسي ما بلبسش الحزام ده. وانا صغيره كنت بلبسه، فمامتي كانت بتقول انت شكل حزمه الجرجير بجد يعني، فكل ما البسه بحس ان انا زي حزمه الجرجير بجد، بالذات بقى مع لون بينك كده، يعني لون البينك ده تحس ان هو جاي على الاخضر شويه، فعادي يعني. التنسيق ده قميص ساده خالص، بس من ورا في حركه كده طويله علشان لازم نلبس. انا يعني انا بفضل انا بلبس حاجات طويله على الجيب من ورا برضو، تمام. وبلبس بنطلون اهو ستريتش زي ما قلت لكم تحت الجيبه لازم، ومش بيبان ولا اي حاجه اهو. ولبست عليها شنطه نفس اللون بالظبط، يعني هو الاوت فيت عباره عن لونين بس، تمام. الشنطه دي انا كنت جايباها من سورس، والقميص ده كنت جايباه من تيرانوفا برضو، كان مش فاكره بكام. هو عموما مش يعني مش مهم تعرفوا بكام عشان اصلا تيرانوفا قفل. ده اخر اوت فيت معايا عملته على صندل صيفي، تمام. وعلى التيشيرت انا كنت جايباه قبل كده، انا قلت لكم انا جايباه قبل كده من ديفاكتو، كان ب 120 جنيه. والشنطه دي كروشيه برضو انا اللي عاملاها على ايدي اهي، فانت ممكن تجيبي خيط وتعمليه عادي، انا بحب شنطه الكروشيه بحب اعملها يعني على ايدي. والنضاره دي انا اتكلمت معاكم هي فين، اتكلمت معاكم عليها قبل كده. كنت شاريها من الشارع برضو، من شرم الشيخ، كانت 150 وفصلت معاه خدتها 120 جنيه، تمام. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم التنسيقات. خلاص جبت اخر، مش قادره تعبت بجد. المهم انا بكده يكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبك الفيديو اعملي لايك ودوسي على علامه اشتراك الاحمر ده علشان تشجعوني، علشان انتوا اغلبكم تتفرجوا على الفيديو بس مش بتعملوا عليه اشتراك. المهم انا دلوقتي هسيبكم علشان هطبق المهزله اللي اتعملت دي. هو ده بقى الحاجه الصعبه في الفيديو بتاع التنسيقات، لما انا بطلع الدراب كله يعتبر علشان اقعد انسق اللقطه من اللي انتوا بتشوفوها. واشوفكم في الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.